حكومة الوفاق تطالب بدعوة تونس وقطر إلى مؤتمر برلين لدعم محادثات السلام في ليبيا. الوطنية للنفط تدير الدعوات لإقفال المنشآت النفطية واستخدامها قوارق للمساومة السياسية. وبعد 6 أشهر على اختفاء النائب السرجي وفي بنغازي، دعوات دولية تطالب بالإفراج عنها. التاسعة بتوقيت العاصمة طرابلس، نشرة الأخبار من بانوراما. مشاهدين أهلا بكم. طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بضرورة دعوة كل من تونس وقطر إلى مؤتمر برلين المقبل حول ليبيا، مؤكدة في رسالة وجهتها للسفارة الألمانية لدى طرابلس أن تونس تمثل أهمية قصوى كونها جارة حدودية وأمنها من أمن ليبيا. وأشارت وزارة الخارجية إلى أهمية مشاركة قطر التي كانت ولا تزال أهم دول الداعمة لثورة 17 من فبراير، مشددة على أن مشاركة تونس وقطر تدعم محادثات السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا. من أجل خلق توازنات في مؤتمر برلين وتفويت الفرصة على الأطراف الداعمة للعدوان للانفراد بالمشهد وقلب المعادلة، حكومة الوفاق تطالب بعدم إقصاء تونس الجارة وقطر الشقيقة عن القمة المرتقبة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. قبل يومين فقط من انطلاق قمة برلين حول ليبيا وإعلان الحكومة الألمانية رسمياً للدول والمنظمات المدعوة للمشاركة، تتضح قائمة الأطراف المغيبة وترتفع معها الأصوات المطالبة بإلحاقها بهذا المحفل قبل انعقاده. وفي السياق، خارجية حكومة الوفاق الوطني وعبر رسالة وجهتها للسفارة الألمانية تطالب بدعوة كل من تونس وقطر لمؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل، موضحة أن الأولى تمثل أهمية قصوى كونها جارة حدودية أوت آلاف النازحين الليبيين وأمنها من أمن ليبيا، والثانية كانت ولازالت أهم الدول الداعمة لثورة 17 من فبراير. عدم توجيه الدعوة لتونس أكثر الدول تأثرا بالحرب الدائرة والأزمة الراهنة دفع السفير التونسي لدى برلين أحمد الشفرة للتعبير عن استغراب بلاده الكبير ومفاجأتها بقرار الإقصاء دون تقديم أي مبررات. تغيب دول مؤثرة وجارة عرفت باعتدالها وانحيازها إلى الحل السلمي دون أي معايير واضحة، وفي المقابل توجيه دعوة للدول المتورطة في عرقلة استقرار البلاد بوقوفها ضد الحكومة الشرعية كمصر والإمارات، أمر عده مراقبون إخلالا بتوازن المؤتمر ومدعاة للقلق، ويستوجب الحذر من تغليب كفة على أخرى للانفراد بالمشهد وقلب المعادلة وفرض واقع جديد على حساب مدنية الدولة. هذا وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك التزام بلاده تجاه العمل على إنهاء الحرب وإيقاف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا. وشدد الوزير البريطاني خلال اتصال هاتفي الخميس مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، شدد على أهمية مؤتمر برلين وما يستهدفه من تحقيق توافق دولي لإنهاء الأزمة. من جهته استعرض السراج تطورات الوضع الراهن والتداعيات الخطيرة للعدوان على العاصمة، آملا أن يخرج مؤتمر برلين بنتائج إيجابية على طريق إعادة الاستقرار وبناء الدولة المدنية. قال عضو المجلس الرئاسي محمد عمري زايد أن مسودة برلين لا تتفق مطلقا مع مواقف وثوابت حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أنها مخالفة للواقع. وأبان العمري أن المسودة تجاهلت ما قام به حفتر
بعد الرابع من أبريل العام 2019 وما قبله في مدن بني غازي ودرنة والموانئ النفطية والجنوب، بل وعدم إدانة العدوان على العاصمة مقر الحكومة الشرعية، إضافة إلى الأضرار على اعتبارها جميعا أو الإصرار على اعتبارها جميعا مكاسب عسكرية تعطي حفتر نقاط قوة سياسية تضمن له تحقيق أهدافه سياسيا إذا فشل في تحقيقها عسكريا. هذا وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة عدم تكرار الأطراف الليبية أي أخطاء بطرح شروط إضافية بعد مؤتمر برلين، مؤكدا مشاركته في المؤتمر. ولفت لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2019 إلى أن الهدنة في ليبيا لا تزال قيد الاحترام، معربا عن أمل بلاده في استمرارها. نوه رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إلى ضرورة مواصلة الضغط على الأطراف الليبية لتثبيت وقف إطلاق النار باتفاق رسمي. ولفت ساسولي في تصريح له الخميس إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون له دور حاسم في ضوء مؤتمر برلين المقبل، مطالبا بأن يكون هناك استعداد لاستخدام كل أداة مدنية وعسكرية ممكنة لتحقيق هذا الهدف تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دانديانس أن أثينا شجعت حفتر على المشاركة بروح بناءة في عملية برلين ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار وإعادة الأمن في ليبيا. ودعا دانديانس حفتر بعد لقائه في أثينا إلى لعب دور بناء ببرلين في محاولة لإنهاء القتال من أجل السيطرة على طرابلس. اتفقت الجزائر وإيطاليا على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا لتسيير استئناف الحوار بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية. جاء ذلك في محادثات أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الخميس، أعرب خلالها الجانبان على التمسك بالحل السياسي سبيلا وحيدا لحل الأزمة برعاية الأمم المتحدة حسب بيان الرئاسة الجزائرية. أبدى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني خلال لقائه مندوب الجمهورية التركية فريدون أوغلو أبدى ترحيبه بالدور التركي في وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن التوقيع على وقف إطلاق النار أثبت حسن نوايا حكومة الوفاق لإيجاد حلول سلمية رغم رفض الطرف المعتدي التوقيع. من جهته أكد أوغلو حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا من خلال جهود وقف إطلاق النار وإنجاح مؤتمر برلين والعمل على إيجاد مسار ديمقراطي لبناء دولة مدنية حديثة. اتفق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قلانوا مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أبرين على حث الأطراف الليبية لتنفيذ وقف إطلاق النار. جاء ذلك عبر اتصال هاتفي الخميس وفقا لبيان الرئاسة التركية، حيث بحث خلاله قلانوا أبرين مستجدات الوضع في ليبيا والإعداد لمؤتمر برلين حول ليبيا المقرر انعقاده الأحد المقبل. في ظل وضع سياسي وأمني بالغ التعقيد وتدويل غير مسبوق للقضية الليبية وبروز تحالفات ومسارات متعددة ومتناقضة في آن واحد، بدأ تقارب تركي أمريكي يدخل على الخط بقوة. التفاصيل بهذا التقرير. في خضم التدافع الدولي اللافت حول ليبيا وارتفاع صوت التباينات الإقليمية والدولية حيال القضية الليبية، بدأ تقارب تركي أمريكي يلوح في الأفق بعد إعلان تركيا وقوفها مع حكومة الوفاق في وجه عدوان حفتر على العاصمة طرابلس. وفيما يبدو أحدث ذلك التقارب إجراء المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي لمباحثة وقف إطلاق النار في ليبيا وسبل إعادة الاستقرار إليها وفق رؤية مشتركة بين البلدين. وقبل هذا كان الرئيس الأمريكي قد بحث أكثر من مرة الملف الليبي مع نظيره التركي
وكيفية إحلال السلام في ليبيا، تزامن ذلك مع تكرار الإدارة الأمريكية دعواتها لحفتر بوقف الهجمات على المدنيين في العاصمة طرابلس. صمت واشنطن إزاء الاتفاقات الأمنية والبحرية التي أبرمتها أنقرة مع طرابلس نوفمبر الماضي، رغم الزوبعة التي أثارتها هذه المذكرات في عواصم غربية وعربية عديدة كان أبرز سمات ذلك التقارب. ويرى المراقبون أن سكوت البيت الأبيض تجاه الدخول القوي لأنقرة في المعادلة الليبية بمثابة ضوء أخضر لها لترتيب الوضع الأمني لليبيا مع حكومة الوفاق في مقابل وجود روسي إلى جانب حفتر، الأمر الذي يثير حافظة أمريكا ومن بعدها أوروبا. جاء هذا التقارب في ظل تدويل غير مسبوق للقضية الليبية وبروز تحالفات ومسارات متعددة ومتناقضة في آن واحد تشخص جميعها الأبصار نحو مؤتمر برلين الأحد القادم. أكد عضو المجلس الأعلى للدولة طاهر أحمد هموما الخميس أن المجلس استكمل انتخاب ممثلين عن 11 دائرة لتمثيلهم في الحوار المزمع عقده في مدينة جنيف نهاية يناير الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وأوضح هموما أن جنيف سيبحث العودة إلى لجنة الحوار السابقة التي جرت في عام 2017 بتونس، واستكمال ما وقف عنده وتشكيل حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي. وكان المكتب الإعلامي بالمجلس قد ذكر أن انتخاب الوفد سيكون وفق نظام اختيار ممثل عن كل دائرة انتخابية. وحول اختيار المجلس أعضاء لتمثيل محادثات جنيف ينضم إلينا عضو المجلس الأعلى للدولة سيد محمد معزب. بداية سيد محمد أهلا بك، أين وصلتم حتى الآن في مسألة اختيار ممثلين لحوار جنيف حتى الآن؟ حتى الآن حسب المعلومات المتوفرة لدي تم اختيار، طبعا اللي موجودة هي 13 دائرة، تم اختيار 11 دائرة ومازال دائرتين، نامل إن خلال اليومين السبت والأحد إن شاء الله الأحد ستكون في جلسة في المجلس سيتم اختيار باقي الدائرتين اللي هم معلقات لحد الآن، وبذلك يكون هذا هو المطلوب 13 دائرة للمجلس ممثلي المجلس الأعلى للدولة. نعم. طيب فيما يتعلق بالدوائر التي نهيتم الاختيار فيها، يعني كيف صارت أمور اختيار هذه الدوائر والمنتخبين للمشاركة بهذا الحوار؟ هذه طبعا دوائر انتخابية اللي تم أصلا رسمت في عند بالنسبة أن هذه هي الدوائر الانتخابية اللي تم على أساسها اختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام، واستمرت هي نفسها الدوائر الانتخابية على أساس مجلس الدولة وزاد كما هي، يعني اللي موجود هو 13 دائرة، وكذلك مجلس النواب سيكون 13 دائرة على نفس النفق، وكل دائرة تجتمع تحت إشراف هيئة الرئاسة وتختار من يمثلها في لجنة الحوار اللي تكون تبدأ فيه إن شاء الله خلال طيب يعني متوقع نهاية الشهر هذا. طيب فيما يتعلق بمؤتمر برلين، يعني يتصدر جل الحديث الآن عن مؤتمر برلين في ظل تأكيدات وتطمينات بأن المؤتمر سيكون غير سابقيه، بحسب رأيك يعني ما الذي يجعل نتائج هذا المؤتمر مغايرة للقاء لاسيل سانكلو وباليرمو وغيره من المؤتمرات التي لم تسفر عن أي حل للأزمة الليبية؟ وطبعا هذا المؤتمر يعني عادة لما تصير عدة مؤتمرات سابقة يستفيد المؤتمر الذي يأتي بعدها الأخطاء أو الأشياء التي كانت ناقصة في المؤتمرات السابقة ويتم تلافيها. هذا المؤتمر سيكون في حشد كبير، طبعا هو الأهم، طبعا حشد دولي الدول الكبرى خمسة والدول اللي لها علاقة مع الأطراف ودول الجوار، فطبيعي ان كل معظم يعني غالبيه دول معظم او كلها تقريبا ستكون حاضره وعلى مستوى عالي، يعني ان رئيس دوله يا اما وزير خارجيه، وبالتالي متوقع ان على هذا المستوى ان يكون نتائجها مش بالمستوى. نعم. كذلك بالنسبه للخطوات السابقه اللي هي طبعا قطعت من خلال لقاءاتنا مع
وفد مجلس النواب في تونس، يعني وصلنا إلى شبه توافق على أن تركيزة المجلس الرئاسي بتسعة رؤوس غير مجدية وغير نافعة، وتوافقنا على أن يكون هناك رئيس ونائبين، وكذلك استحداث منصب رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة تناسب الوضع الحالي. فهذه الخطوات التنفيذية بالنسبة للهيكل التنفيذي سبق وأن تم مناقشتها وإنضاجها وإعدادها. طيب. ستكون ميسرة وسهلة. طيب. الدول المشاركة في برلين، يعني ما مدى إمكانية أن تلعب أو يكون لها دور مهم في إلزام الأطراف الليبية بما تم التوافق عليه خلال أو من خلال استخدام الآليات والسياسات لتنفيذ الالتزامات المتفق عنها؟ هو طبعا الدول كلها جميعا تقول يعني بصوت واحد، تقول أن هي تريد ليبيا دولة موحدة ومستقرة ومزدهرة وآمنة وخالية من النزاع، ودولة مدنية وليست دولة عسكرية، وتداول سلمي على السلطة، وكلام من هذا القبيل، يعني كلام كل هذه الدول يعني. لكن للأسف الشديد الواقع غير ذلك. دعم مشروع خليفة حفتر واضح يعني، خليفة حفتر يعني مشروع حكم، مش مشروع يعني، لا إلا يعني كل اللي يفهم خلاف ذلك يا إما يتغابى يا إما يكون مظلم. فقضية أنه هو حرب إرهاب وحرب ميليشيات وتخليص تحرير طرابلس على رأيهم، كلها كلام يعني ملش أساس من الصحة، ولا هو عنده مشروع حكم في رأسه. وبالتالي هذه هي المشكلة الرئيسية، أن الطرف الآخر يحاول يناور سياسيا، وسيعود إلى العمل العسكري مرة ثانية إذا فشل في المناورة السياسية، وستستمر نبقى في هذه الدوامة، لأنه هذا هدفه هو الوصول إلى الحكم. طيب. وهذا طبعا ما لم تكن الدول جادة في أنها يعني تحدد موقفها معه بوضوح، أن موضوع مشروع الحكم خليفة حفتر لن يكون، وأن ليبيا خرجت من حكم عسكري استمر 42 عام ويكفي هذه التجربة المريرة، والآن الليبيون يريدون دولة تداول سلمي على السلطة ودولة مدنية، وهذا الموضوع حول من رأسك خلاص انتبه. عذرا على المقاطعة، فيما يتعلق يعني بالحاضرين، يعني عقب تغييب تونس وقطر عن مؤتمر برلين، يعني ما مدى إمكانية الاستجابة للدعوات المطالبة بتوسيع قائمة المدعوين لمؤتمر برلين، خاصة أن حكومة الوفاق طالبت ألمانيا بضرورة يعني إدخال تونس وقطر لحضور هذا المؤتمر؟ هو طبعا هو احسن، هو افضل يعني تكون تونس وقطر موجوده في اللقاء يعني، وحتى مالي وحتى تشاد دول الجوار، حتى هي يعني النيجر قصدي وتشاد، حتى هي المفروض تكون موجوده، دول الجوار والدول اللي داخله في الموضوع. لكن يعني اعتقد ان هي العمليه مش عمليه عدديه، يعني مش حتخضع لتصويت ولا يعني، يعني العملية واقع يعني من خلال المسودة المقترحة اللي نشرت، إن كانت هي صحيحة ستكون في هذا الإطار مسارات معينة واتجاهات معينة نحو تحديد أهداف معينة سياسية، وأن نحن نريد دولة مستقرة وموحدة ومزدهرة، وهذا الكلام مع طبعا تحديد بعض الأمور العملية، ويعني فلن يكون هناك حوار بين الدول، ولن يكون هناك مفاوضات، هو يوم واحد سيكون عبارة عن لقاء شكلي، وسيكون في هذا الإطار اللي نشر، وبالتالي حضرت دولة أو لم تحضر أعتقد أنه مش هيكون لها أي تأثيرات في مخرجات هذا اللقاء. نعم، السيد محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أدانت المؤسسة الوطنية للنفط بشدة دعوات إقفال المواني النفطية استباقا لمؤتمر برلين الذي سيعقد الأحد المقبل. رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قال الجمعة أنه لا يجب استخدام المنشآت النفطية كورقة للمساومة السياسية، لافتا إلى أن قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، إضافة إلى أنه مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي.
مشددا على أن إغلاق المنشآت النفطية يعتبر جريمة اقتصادية في القانون الليبي، محذرا من عواقب وقف الإنتاج وتصدير النفط المتمثلة في انهيار سعر الصرف وزيادة العجز في الميزانية ومغادرة الشركات الأجنبية. في خطوة قد لا تحمد عقباها، يحرض حفتر وأعلامه والحكومة الموازية قبائل المنطقة الشرقية على إغلاق موانئ وحقول النفط، ومع إدخاله وسط الأزمة المشتعلة ربما تشتعل كثير من الأزمات من خلفه، أهمها إعاقة أي حل سياسي مرتقب. نتابع. الذهب الأسود إكسير الحياة لاقتصاد أمم وشريانها النابض في جذور الأرض هو النفط، مهدد بالخطر في ليبيا من قبل مجموعة لا تملك زمام أمرها ولا تدري تداعية فعلتها إن استطاعت. كم يشعل النار في بيته، هكذا وصف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله دعوات محتجين موالين لحفتر لإغلاق موانئ وحقول النفط في هلاله الممتد وفيافيه الواسعة. صنع الله حذر من تداعيات وخيمة إن حصل الإغلاق على الاقتصاد الليبي، فسعر صرف العملات مقابل الدينار سيقفز دون هبوط، والشركات الأجنبية ستغادر دون رجعة، والإنتاج لن يعود لسابق عهده إلا بعد سنوات. إذا هذا البترول لنا أصلا مش حتى من عرضنا، لا من عرقنا من عظامنا طالع من صديدنا، فلذلك لابد أن نقفلوه. نين انبهتوا لهالموضوع؟ القفل سيكون كالآتي: شعبيا نحن نبو نعرف المصرف اللي لما ياخذ صنع الله ويبيع يحطه في المصرف الخارجي، لا هذه معشب. تلك الدعوات وغيرها مما جاءت من ألسنة حكومية موازية كهذه تارة، ومشاهد أظهرت تعاون أفراد تابعين لحرس المنشآت التابع لحفتر في اقتحام الموانئ تارة أخرى، تظهر حقيقة من يقف خلف تلك الأعمال العدائية تجاه عصب الحياة الليبية. ولإبعاد الشبه والتهم بالإغلاق وحرصا على ماء وجه الأخير الذي فقده في محاولته الأخيرة لتغيير المصاب وبيع النفط نحو الشرق، حرض قبائل بمنطقة الهلال النفطي للتوجه نحو الموانئ، وبإدراك حفتر كما يدرك الجميع سحر ليبيا الأول في عيون الغرب، ها هو يرفع آبار النفط وموانئه جائزة الرهان الكبير وربما الأخير في برلين، فلأجله تشن الحروب ولضمان تدفقه تعقد التحالفات. ومع إدخال قطاع النفط وسط الأزمة التي تعصف بالبلاد يتعقد الحل السياسي أكثر، وستحوم الشكوك أيضا حول تطبيق أي خارطة طريق يتفق عليها الليبيون في برلين أو ما بعدها. والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس نقابة مصفاة الزاوية النفطي حسن القلفطة. أهلا بك سيد حسن. بداية، ما هي الأضرار التي تسبب فيها هذه القذائف العشوائية؟ نعم، ما حدث طبعا يوم الخميس الماضي من بعض القذائف التي وقعت على مستودع طريق المطار، لا شك ان طبعا اداره شركه البريغا قد اعلنت عن اصابه عائد بطعامها الوقود، وهذا طبعا مؤشر خطير وكارثي قد يؤثر حتى على كامل المنطقه. ونحن حتى في السابق يعني كنقابات او اتحادات عماليه حذرنا كما حذرت المؤسسه كل اطراف الصراع او كل ان تجنب تقصد الحقول والموانئ النفطيه عن الصراعات السياسيه، وهذا ما اشارت اليه اداره المؤسسه حتى في بيانها الصادر اليوم. نعم. حقيقه منعرج خطير واستهداف الحقول والموانئ النفطيه سواء بالاستهداف المباشر او الاستهداف الغير مباشر كما حدث في المنطقه الشرقيه مساء يوم الجمعه عندما تدافع بعض الاهالي بحجه اغلاق المنشآت النفطيه في المنطقه الوسطى تحديدا، لا شك ان هذا طبعا سيكون له اثر وانه ضرر على كل الدوله الليبيه بالعموم. نعم سيد حسن، الحديث عن هذه الدعوات اقفال المواني، هل برايك خليفه حفتر قادر اليوم بالفعل على هذه الدعوات واقفال المواني، ام هي زوبعه في فنجان فقط، خصوصا ان حدث فيما سبق هذه المطالبات ولكن لم يستجيب لها احد؟ على الدولة الليبية عموما ألا نستهين بهذه الدعوات. طبعا أنت تعلم أن هذا الإعلان هذا لم يأتي
هكذا، وإنما كان بتحرير من بعض القنوات في المنطقة الشرقية تحديدا، وعطف ذلك المظلل الذي يسمى بالمظلل، وهو الذي حمل اللواء أو هو أول من رفع هذا الموضوع، ويحاول أن يغير يؤثر في الرأي العام بحجة أن النفط ينهب وأن النفط يسرق من قبل أطراف ولا يستفيدون الليبيون، وهم في الواقع هم من السذاجة بمكان، نحن نعلم وكل يعلم أن النفط هو المصدر الوحيد لدخل كل الليبيين، وأن أي اعتداء على هذا المصدر الوحيد سيكون كارثيا على كل الشعب الليبي، باعتبار أن ميزانية الدولة بأكثر من 95% تمول من النفط والغاز تحديدا. الحقيقة العبث بمقدرات الليبيين من أي جهة كانت سيكون موضوع كارثي، ونحن نتأمل ونأمل أن لا ينجر خاصة الإخوة المنطقة الشرقية تحديدا إلى هذه الضلالات وهذه الطرقات. نحن جربنا في سنة 2014 تحديدا عندما طبعا تحدث بعض أعضاء المؤتمر الوطني بكذبة العدادات، وتم تنفيذ ذلك المخطط وأغلقت الحقول الموارد النفطية في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى تحديدا، وحدث الأرض المالية التي لم تتعافى منها الدولة الليبية إلى اليوم. يعني نعم، أيضا سيد حسن، الكل يعلم أن هناك يوم واحد فاصل على مؤتمر برلين، والدعوات جاءت في هذا الوقت تحديدا. برأيك هل هذه الدعوات جاءت في هذا الوقت تحديدا قبل المؤتمر؟ هل هي مجرد ورقة للضغط من قبل خليفة حفتر؟ أو للمساومة أيضا للحصول على أكبر قدر، يعني وأن هو يكون اللاعب القوي في المؤتمر؟ كان هذه قد تكون هي مراوغه وقد تكون هي لعبه سياسيه تحديدا. انت تعلمين ان السيطره والنفوذ على المواقع النفطيه يعتبر دليل او حجه للطرف المعني، فيريد ان يكسب مواقع نفطيه ويريد ان يكون له اكثر سيطره ونفوذ على كل الشباب. حقيقة يجب أن لا ننخدع وراء هذه الترهات، وعلى كل الليبيين أن يقفوا مع هذا القطاع وأن يقفوا مع المؤسسة الوطنية للنفط. وأنا حقيقة أثمن حتى التصريح والتصعيد الجديد الذي أضافه السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة إلى 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 باعتبار هذه إشارة الحرب ويحكم إلى القضاء. أعتقد أن هذا ما نشر في صفحة المؤسسة للنفط وتحديدا النقطة الأخيرة هو إيجابي، وهو موقف نحن ندعمه ونشجع عليه، ويجب محاسبة كل من قام بإغلاق الحقول والموارد النفطية من أي جهة كانت. يعني نعم، رئيس نقابة مصفاة الزاوية النفطي حسن القلفات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شهدت عدة ميادين في العاصمة الليبية طرابلس ومدينة مصرات الجمعة حراكا شعبيا متجددا منددا بالعدوان على طرابلس. وتشهد الميادين كل جمعة مظاهرات تنظمها مؤسسات المجتمع المدني تعبيرا عن رفضهم العدوان على العاصمة ودعما لقوات الجيش الليبي والحراك السياسي لحسم المعركة وصد البغاء وعودتهم من حيث جاءوا قبل 4 أبريل، وتنديدا بجرائم خليفة حفتر على العاصمة ودعما للدولة المدنية. استشهد طالب سند الهزل أحد طلبة الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس متأثرا بجراحه نتيجة القصف الجوي من قبل طيران خليفة حفتر الذي استهدف الكلية مطلع يناير الجاري. وشيع العشرات من المدنيين والعسكريين الهازل في مراسم عسكرية أقيمت بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس بعد عصر الجمعة. وباستشهاد الطالب سند ترتفع حصيلة شهداء قص الكلية العسكرية إلى 32 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 30 جريحا. والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف والد الشهيد سند صالح أحمد الهازل. بداية سيد الهازل، تعزينا الحارة لك ولكامل الأسرة في استشهاد ابنكم. بداية سيد صالح، بالتأكيد كنت متابع الحالة الصحية لسند، ما هي أو كيف كانت الساعات الأخيرة لسند؟ والله كانت الساعات الأخيرة في حالة إغماء وغيبوبة تامة من يوم الفجأة صراحة. نعم
كان في من يوم الباجع هو بغى يضربها للنبي دائما. نعم ايضا سيد صالح، هل كانت حاله سند تستدعي للخروج بالخارج؟ والله حالته كانت احنا ما دبينا كنا نحاول نسعفوه، ولكن كانت الضغط عندنا نازل شويه وما تمكناش نسعفوه. كيف ايضا كان التعامل من قبل الجهات الحكوميه مع الحاله؟ كيف كان التعامل من قبل الجهات الحكوميه مع الحاله؟ والله بالنسبه لرئيس الاركان واي تنظيم والاداره والكليه تعاونوا معي، لكن وزاره الصحه صراحه ما تعاونتش معنا بكل صدق وامانه. فهمت وزارة الصحة ولا على بالها مرة، ولا حتى مسؤول جاي زار حتى مثل ما حرمه حتى من زيارة. نعم. أيضاً هل تواصلت معكم أي منظمات حقوقية؟ ما تواصل معنا ولا واحد. ما حد زي ما فهمتك الكلية العسكرية ورئيس الأركان وأي تنظيم والإدارة، هذا تواصلوا معي. والباقي ما تواصل معي حتى. نعم نعم تعزينا الحارة لك السيد صالح أحمد الهازل وليد أو والد عفوا الشهيد سند، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تجولت عدسة بانوراما بمحور صلاح الدين وأجرت مقابلات مع أفراد الجيش الليبي المرابطين بالمحور، ذكروا خلالها قيام قوات حفتر بخرق وقف إطلاق النار عدة مرات واستهدافهم أحياء بقذائف الهاون. نتابع. طبعا هذه اماكن استهدفت العدو، طبعا العدو خرق الهدنه المتفق عليها وفق اتفاق موسكو تركيا. هذه استهدفت العدو بالهاون من فوق بيوت الناس طبعا امنين وكذا، وتتساقط القذائف الهاون بكثره. العدو طبعا يقصف قصف عشوائي لا يميز بين بيوت الامنين المدنيين وبين خط الحرب او القتال. قذائف هاون تسقط على بيوت الناس في اختراق علني لمقتل الهدنه المتفق عليه. هذه قذائف، هنا كذلك قذائف، البيت الاخر قذائف، البيت الخلفي قذائف. تعال اخوك معك، تعال تعال خذ اثنين يدي بس. الحمد لله احنا ملتزمين بالاتفاقيه اللي تمت ما بين الرئاسي والعدو، وكذلك ملتزمين في موقعنا الحمد لله، موقع تابتا مواقع الأمامية كما اتفق، ولكن العدو لحد الآن لم يلتزم بالاتفاقية، قاعد يتعامل لعند اليوم، يتعامل بالمدفعية، يتعامل بالهاون، يتعامل بالرجمة. في مبادرة من أهالي مدينة مصراتة نظمت مساجد المدينة حملة بادرة تطوعية تمثلت في تبرعات أهالي المدينة لدعم جبهات القتال. نتابع. تتنادى الجهود وتشحد الهمم لدعم المدافعين عن دولة المؤسسات والقانون. حملة جامع الشيخ حملة أهلية قائمة على تبرعات الأهالي. حملة جامع الشيخ هذه الحملة عبارة عن تبرعات من الأهالي، تبرعات نقدية، طبعا نقوم فيها بدعم الشباب في المرابطين في الجبهات بناء على احتياجاتهم. اليوم جبنا في الحملة مجموعة من الملابس الداخلية، كذلك البطاطين ومجموعة من الفحم وغيرها من المواد الغذائية والضرورية واللازمة للشباب المرابطين في الجبهات. تتم عملية إيصال التبرعات وتوفير حاجيات المقاتلين عبر عدة مراحل، حيث تستقبل حملة بادر بمقرها عند تبات القتال عديد الأصناف كوجبات الغذاء والمواد الغذائية وملابس شتوية، ويقوم القائمون عليها بالتواصل مع قادة المحاور وبالتنسيق مع الغرفة لتوفير حاجيات المقاتلين ونواقصهم. في هذا المكان المبارك يتم تجميع كل مواد التموين للجبهات في بوغرين من جميع الجمعيات في مدينة مصراتة، وتقوم حملة بادر بتجميع هذه المؤن وأحضارها إلى مقر التوزيع هنا، ونحن نقوم بالتوزيع إلى التبات. اختلفت جبهات القتال وتعددت محاورها،
فالكل تفنن بقتاله دفاعا عن قضية دفعت لأجلها الدماء ولا زالت. لقناة ليبيا بانوراما، عبد المنعم البوري، أبو غرين. دعت سفارات عدة دول والاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن النائبة سهام سرجيوا بعد مرور 6 أشهر على اختفائها بمدينة بنغازي. البيان المشترك للسفارات والاتحاد الأوروبي جدد الدعوات للسلطات المعنية بليبيا لإجراء تحقيقات عاجلة بشأن اختفاء سرجيوا وتحديد مكان وجودها، مشددا على أن انتهاكات حقوق الإنسان لن تمر مرور الكرام وسيتم مساءلة الجناة أمام القانون وفق البيان. أكدت البعثة الأممية بليبيا مواصلتها متابعة الاختفاء القسري لعضو مجلس النواب سهام سرجيوا بعد مرور 6 أشهر على اختفائها في بنغازي شرقي البلاد. البعثة الأممية وفي بيان لها الجمعة قالت إن الاختفاء القسري لسرجيوا يشكل محاولة لثني النساء الليبيات عن المشاركة في الحياة السياسية، مجددة مطالبتها الإفراج الفوري عن سرجيوا وضحايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها. التاسعة متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مستودع الزاوية يفتتح نقاطا مباشرة لتوزيع غاز الطهي للمواطنين. دورات هي الأولى من نوعها في مجال تركيبات الأسنان بجامعة سبها. لقد دقت الساعة وآن الأوان وحان موعدنا مع الفتح المبين. مشاهدين اهلا بكم من جديد. قامت شركة البريغا بمستودع الزاوية النفطي بتوزيع 30,000 اسطوانة غاز طهي للمناطق الغربية والجبلية وغرب طرابلس. مستودع الزاوية قام بفتح نقاط بيع مباشرة بالتسعير الرسمية، وسيكون العمل خلال نقطة البيع بالتعاون مع حرس المنشآت النفطية ومركز شرطة النصر التابع لمديرية أمن الزاوية. قمنا اليوم بفتح نقطة بيع مباشرة للمواطنين من داخل المستودع حسب التسعيرة الأخيرة التي وصلت إلينا، وهي زوز دينار للاسطوانة حجم 11 كيلو الصفرات اللون، وزوز دينار نص للاسطوانة الكبيرة حجم 15 كيلو. كما تشاهدون الآن العمل مستمر من الفترة الصباحية لغاية الآن، قمنا ببيع العديد من الاسطوانات ومستمرين إن شاء الله إلى ما بعد الفترة المسائية إلى صلاة العصر تقريبا إن شاء الله حسب الإمكانيات، ومستمرين في هذا المجهود بإذن الله. سنفتح النقطة باستمرار من خلال الأسبوع القادم. اليوم عندنا طبعا تجربة والحمد لله باتت بالنجاح في تعاون مستمر.
شهدت كلية طب الأسنان بجامعة سبها أول دورات تدريبية من نوعها في مجال تركيبات الأسنان لطلبة الامتياز وخريجي جامعة سبها بهدف الرفع من كفاءاتهم. المزيد في سياق هذا التقرير. دورة تدريبية هي الأولى من نوعها في مدينة سبها والجنوب، والتي يشرف عليها مركز التدريب بجامعة سبها بالتعاون مع مركز فالنسيا لطب وجراحة الفم والأسنان وأطباء من مصراته، من أجل إكساب المستهدفين مهارات ومعارف جديدة في مجال تركيبة الأسنان. في مدينة سبها أحياناً تنقصنا بعض الكفاءات التدريبية من استفى دكاترة يعطي بعض المواد التخصصية العميقة مثل كورس التجميل أو كورس التركيبات الثابتة، الآن يعني موجود عندنا في مدينة سبها. المركز قام باستضافة أطباء من مدينة مصراتة أكفاء. يوفر هذا التدريب فرصا جديدة أمام المتدربين ويحسن من مهاراتهم ومعارفهم بخصوص التركيبات، خاصة أن هذا التخصص لا يوجد في الجنوب بالشكل الكافي، وهو ما دفع أطباء مصراتة للعمل على تدريب أطباء سبها ومساعدتهم في هذا الجانب. فالنسيا جينا المدينة سبها الطيبة وتشرفنا أن نعطي كورس تركيبات ثابتة في المدينة، وكان الكورس بخصوص الحالات الكلينيكية في العيادة، كيف أني نشتغل الحالات وكيف أني نشخصها كويس ونعرف الخطة العلاجية كويسة لكل حالة. فأمس بدينا أول شيء خدينا مقدمة كيف نعرف كل حالة كيف نتعامل معها، وخدينا كيف ناخذ طبعة للمعمل وكيف ندير يعني طبعة كويسة. أكثر من 25 متدربا تلقوا برنامجا تعليميا مكثفا في مجال تركيبات الأسنان، وينتظر أن يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل والسعي من أجل تحسين وتجويد الخدمة الطبية المقدمة لسكان الجنوب في هذا المجال. نظمت منارة الاستقامة لتعليم القرآن الكريم وعلومه بنالوت حفل تكريم الطلبة الذين أتموا حفظ القرآن الكريم. وحضر الحفلة التي تخللته العديد من الكلمات التي أشادت بدور المنارة في تعليم وتحفيظ كتاب الله لأبناء المدينة جمع من مشائخ ومعلمي وحفظة كتاب الله وأولياء أمور الطلبة وعدد من الأئمة وخطباء المساجد وأعضاء المجلس البلدي نالوت ولفيف من الأهالي، وذلك بإشراف مكتب أوقاف المدينة. واليوم طبعا بالتاريخ 15/1/2020 طبعا تم احتفال وتم تختيمهم يعني، وأعلنا وأشهرنا على أنهم ختموا كتاب الله سبحانه وتعالى. والحمد لله مسيرة المنارة يعني ليست قديمة، من سنة تم افتتاح المنارة من سنة 2013. يعني لا أجد الكلمات التي أعبر بها عن هذه المشاعر، فالحمد لله وحده أن وفق ابننا أو أبنائنا بالكامل، هم كل أبنائنا يعني، لحفظ كتاب الله العزيز الذي هو أمانة يعني في أعناقنا وأعناقهم، فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلهم دخر لهذه الأمة. نظمت شركة طيور الجنة حفلا ترفيهيا استهدف مجموعة من طلبة المدارس بمحلة أولاد طالب لرسم البسمة والخروج بهم من أجواء الحرب وتداعياتها. التفاصيل في سياق هذا التقرير. انطلقت بمحلة أولاد طالب ببلدية بطن الجبل فعاليات ترفيهية للأطفال، وذلك برعاية وإشراف شركة طيور الجنة تعاون مع مدرسة أساس المعرفة للتعليم الحر. طبعا استضافة هذه شركة طيور الجنة لتفريح أولادنا، أولاد منطقة تيجي يعني بالذات، ولكل أهلنا. طبعا تعرفوا أن الجهات الغربية تفتقد إلى وسائل الترفيه من ألعاب، من مسرحية، من حاجات تدخل الفرحة لأولادنا، نفتقدها إحنا الجهات الغربية. الفعاليات الطلابية التي احتضنتها مدرسة أساس المعرفة شارك فيها عدد من مختلف المدارس ورياض الأطفال، وتستمر فعالياتها على مدار 3 أيام، وتضمنت ملاهي وألعابا وعروضا مسرحية ودمى راقصة ومهرجانا والعديد من الفقرات المسلية التي شهدت العديد من المفاجآت الرائعة. ونعانوا احنا نعانوا منطقه تيجي خاصه، نعانوا من عدم الملاهي ولعب الاطفال على بعد على من المنطقه على العاصمه 250 كيلو. للعلم ان ما عندنا في شيء لا مدينه ملاهي ولا منتزهات، ونامل ان تنحل تعالوا ينظرون معهم بعين الاعتبار.
لأن المنطقة يعلم الله إنها لا توجد فيها أي منتزه ولا توجد فيها أي ملاهي. مبادرة بحسب القائمين عليها تهدف إلى الترويح عن الأطفال والتخفيف عنهم من الأحداث التي شهدتها البلاد جراء الحرب القائمة في ضواحي طرابلس. بهذا مشاهدينا وصلنا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حكومة الوفاق تطالب بدعوة تونس وقطر إلى مؤتمر برلين لدعم محادثات السلام في ليبيا. الوطنية للنفط تدين الدعوات لإقفال المنشآت النفطية واستخدامها كورقة للمساومة السياسية. وبعد 6 أشهر على اختفاء النائبة سيرجيوا في بنغازي دعوات دولية تطالب بالإفراج عنها. شكرا لكم على المتابعة والإصرار. إلى اللقاء.